يا هلا والله يا شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، صباح الخير. هاي طبعا الساعة 8 الصبح، اليوم قاعد تنهم من وقت، اليوم قاعد تنهم من وقت. يلا هنشوف اليوم فصل هن. انا السود هذني موتنا، اريدهن شوفوا حاطط هن، انا اريدهن اطيرن وياهن. يلا خلي اطبب السود، خلي اطببهن لان تعبن السود. عود اليوم سوني عقد تخرجني وياهن. تعال تعال نزل هذا المطار. اي طار طار هذا المخلف. ما اكو قافل، خيطه بخيطه شي يطير يمشي. شي وين حطيت؟ خرجه وين مخالف هذا المخلف؟ بعده ما مخرج. يلا خلينا نشوف مطيار هن. صلوات على محمد. اليوم من الصبح جو حلو، حتى الشمس قليلة. طبعا الزواج الفيديو ما راح يشوفونهن، ليش؟ لان حابسهن بخانتي، انا اريدهن زوجة. حبست مقت بس هاي النفذ، اشوف لها فحل زين. هاي رافد. شوف مطيارها شلون حلو، شوي شوي جاي يتحسن. هذين الزواج اللي هناك حبستهن هنا، هنا هيك يومين ثلاثة بس، خلي زوجن واطلعهن. حتى يظلن اسبوع بس اريدهن زوجن. الله هاي افتكن، هاي تضوجني بيهن. مدام الجو حلو ها ماي حارة، خلي يقوى جنحهن شوي. شوفوا هي هاي الرافل، شوفوها. صلوات على محمد. شوي شوي جاي مطيارهن يتحسن. شوفوا شلون طولن ودايرهن حلو سوا. مطيارهن جاي يتحسن شوي شوي. خرب يومها، هم راحت هيك. هاي بس هي جاي تخرب وين، شوف تروح ترد وياهن. تعبت ما ادري شنو هاي. هاي شوف هو بحدها. يردن حطان يجن حطان، مالي غرض بيهن. سهنا لا، صلوات على محمد. شوي شوي جاي قلبن هي شوي شوي بالمطيار، يوم عن يوم جاي يزيد قلبتهن. شوف هاي الفاهية وين راحت. نيجي راح احطن. شوفون صلوات من يردن احطن. شايفين الزاجل كلش اللي يقول الزاجل. بس شوفوا مثل ما قلت لكم ذاك الفيديو، بس هاي الارفلية تحط هنا. شوفوا كل على المحطاب. بوي سمعتوا الهفة؟ خرب يومك والله. كل على المحطاب. بقت وحدة الفحل حاط على المحطاب. عندي بس هاي النفي شوي جاي تخرب، جاي تحط على البيتونة بس. شفتوا هالطيور؟ حطت على هاي الرافل. يلا نفهم نطلع السود. اذا الصفر اذا طلعهن، ما ادري مريضات ما شين، هل راح طلعهن. طلع هذا السود وارجع وياكم. وهذا الكرتون وجبناه. يا الله هاي الفكه الثالثة للتور، وحدة مصورها
واحدة ما صورتها وهاي الثالثة راح أصورها لكم. يلا بس خلي أحطهم بالكارتون وأرجع وياكم. أذني ستي عمي، ذني صار إعزاز، كل شيء على قلب إعزاز، والله ما أريد أروحهن. خربني أذني ستتين حطيتهم بالكارتون، بس أنا خاف أنشين من أريد أكضهن، هاي أكضهن من جناحة وظل أسوي هيجي، هاي أنا خاف من هاي الشغلة لا يتعور لو فد شيء، فهاي الشغلة لا خاف من عدها. فيلا هسي نقطع ورد لكم هناك بوقت الفكة. أبو هذا الجسر مالي المدينة، وهاي الطيور. ها هذا إني ملا صديق وياهن. يلا هاي الطيور، هاي جسر المدينة، وهذا الشط عبرنا جسر المدينة، احنا نبغى نعبر منها وظل هناك من هناك ايش نروح وندرج فيها. وين راحن هذين؟ هيال هذين البخضر ما صاحبي، ثلاثة أربعة أربعة هيال ما هن التور حتى بالسما ما هن راحن العزيزات. يا بكم صدق يا راحن غرب أبوين مفكتي شوي، أنا مسافة شوي بعيدة، ما أنا قلت أدرج بيه شوي، الدرج الدرج نوب قلت خلي فكين فكة قوية أحلى، وفكيت فكة قوية بس لو يردن لو ما يردن والله ما أدري. وين النيمكن بالعالي أنا يعني حتى ما ضوات، لا والله حتى بالعالي ما هن راحن. هسه أنا راح أنزل نطلع هاي بالكتي شوف وينها ولا هي عايشة أنا. ها راحت الطابوقة كذا شوفوا صعدت على الطابوقة، والله ما هن بالعالي، لا والله ما هن. يلا أنا راح أنزل، هاي شوفون سيرة فارغة، راح أنزل شوية وأرد أصعد، ناخذ لنا شوية ونصعد. هذا إن الزواج اليوم راح يطلبوا النادي، قال السباق مالنا الرسمي يبدأ من الديوانية، جماعتنا أهل الديوانية تحياتنا لكم. يا الله يقول يبدأ من الديوانية أول سباق الرسمي، قلت له هذا هو، وقال هسه إحنا جايين نفك بطيورنا شوي ندرج بيهن شوي شوي. حلو قلت له إيه، قال إحنا جايين ندرج بيهن إذا تريد تعال إحنا باكر استراحة مر لي باكر بالليل للعقبة، إذا عدنا فكة قال لك جيب طيورة خليهن يمي إحنا نفكهن ويانا، وإذا ما عدنا أقول لك لا تجيبهن. فهو جاي يدرجون قال أنا درج هني لك من هناك صوب البغداد، صوب بغداد هم يفكون الفك الرسمي يبدي من العمارة النوب يصعد البغداد النوب يصعد الزاخو النوب يصعد التركية والعلم تركية، فاحنا نشوف طيورنا المنحدين وطيحين أنا وياهم يصلون تركيا وياهم، لأن هاي أمهاتهم مفكوكات من علم تركيا ورادات وبيهن خير إن شاء الله. وصعدت لقيتها بالسطح، بس حطيت رجلي بالسطح طارة هذني ستتهم. عمي رب الونسة فكوا المن مخلين حمامكم فكوا خرب عنا والله ستة ما يسوون واهس. هذني شوفوا وين ستتهم، خلنا ننزلهم وين هاي بس شوفون هاي نزلة هذا اللي نزل وهذا وياه لو أرفلي لو ما أدري شين تاي لو مالي هاي، لا والله غريب هذاك أشوفه هذا فوق هذا شمس بعيني خلاه نزلن يلا أصورهن. هاي التور هنزلن وهذا الاثنين جاي يطيرن بعدهن، خلى أبرجهن وطير الزواجل أرد جناحن يقوى الزواجل، تعال أريد جنح الزواجل يقوى. طبعا البلبول اللي يسألون عليه نزلته جوه لأن هذا طار ذاك يبينهن علف، ولو شي نزلهن هن صلوات على محمد صيرات. صيرات كلش نشرات صلوات. طبعا يا ولد الرابط مالي مال التيك توك بالوصف،
جاي بث كل يوم يبي تعالوا نسولف ندردي شي ساعة بالسبعة بثمانية فوق بيت ونقعد نظل نسولف بيناتنا نصعد ناس صعد المتابعين. ها تلقونا بالوصف الرابط مال تيك توك. طب واشتركوا بقناتي مال تيك توك. طبعا مو هذه جاي عندي وحدة يمكن 51K طارت حلو الما يدري 51 طارت وعندي 2 أو 3 طارت اسمها كرور المرح هساي خليتها لا ما سميتها كرار ياحي لان كرار ياحي الاولى وطارت فهاي كرور المرح مسميه نحطن وين على البيتوني الله والله ضو جم مطير احط على البيتوني يعني ام عطاطش كبرى تحط على البيتوني استغفر الله هل نزلان ياكلين فمثل ما قلت لكم طبوا تابعوني اسمي كرور المرح حتى و قاعد تعرّض بس الطب وطبك كل شيء على ساعة بثمانية ساعة بالتسعة نقعد بيناتنا ونسولف نصعد المتابعين صعدوا خلنا نوصل 10K 12K 15K طبعا الرافل البيض نزلت هنا اثنين لأن النثية ما أدري من ذني شيء يمكن طاقتها تو قليل مرض ومن ساعة طيرتها حطت عليه من أبيع طابقين حطت عليه وحطت الفحل الفحل يريد يجي يطير بس إنه مو طوري يطير الفحل ياخذ داير دايرين ورد حاطينها يطير كل شيء ما بيها جاي يطيرها ويطير ومثل ما شفتوها بالمطيار ما حطيت بس هي ماش بيها حطيت قلت لا تحط انه بتعاود الطيور يحطين فنزلهن جوا وطلع منهم مخاليف احسن ناخذ لنا اليوم اليوم فكينا التور باكر استراحه عقب نفكهن عقب نعبرهن الجسر مثل ما شفتها هسه الجسر عقب انه بعبرهن الجسر لو من نص الجسر لا راح اعبرهن الجسر عقبه نوصل ان شاء الله بيهن للقرنه والزواجن منا كنا نطلع بين التور منا على البصرة والزواجن نطلع بين صوب بغداد اريد اعرف سالفتهن ماكو ما داخل دخت بيها يعني ماكو هيك تور لمتى ما اصعد القاهم بالعالي هسه اليوم هاي خامس مرة اصعد قبل اريد هنا طبل للقفص ما يطبن وها شوفون بس اتار بيهم ما طاير ظلوا يا الزواجن شوفون كلهم بالعالي لمتى ما اصعد شيني سودنني ماكو هيك هنشوف الارفلية ما بيضة البيضة الثاني كلك شين هاي هذا تار وهدني خمسة وهذا تار وياهن غريب اشي يمكن بالله خاف واحد من زواج الطائر وياهن والله ما تدري هنشوف شين السالفة هنشوف الزواج انه لا يظل ماش بيهن اليوم علقات فوق ماشي فارج ريدي بالسطيح والله دني أربعة زواجن أشوف من ديك الصفحة شقد كل اليوم السطح شبيه يمكن زاجل إيه زاجل تشينية طائرة والله والله ما تدري هلا هذا خمسة تان غريب وياهن خلينا ننزلهن والله زاجل وياهن ما كويت غريب بس يفتر وياهن لا طلع منهن ولا شيء اليوم شنو سالفتهن اليوم التور مخترعات ما ادري واحد يطيرهن ما تدري شنو السالفه مثلا الزواجيل ما مبيضات هنشوفهم ماكو ما مبيضات بيضات هاي النثيه تو شفتها هنا بالقفص تريد بيض ما شنو يمكن زاجل وياهم بس زاجل ايش المطياره لسه ما نازل ويا التور والله ما تدري كان بالعالي هسه نزلن شباب تار الطاب عود انزل نشوف هاي النثي هاي مكانها هاي مكانها النثي كلش بهذا المكان بتروح لين انت ما تروح تجي هنا بس بهذا المكان شوف لو ها راحت على الطابوق والله سود نثني خاينسلن هاي وياهن غريب ماشين انت بس لا تروح تحط على البيتونة حط على القفص اي ها على المحطاط ما سود نثني اليوم ماش بين على البيتونة مخترعات ماشيني خلينا نشن خلينا نزلن قلنا طويبيقة يمكن وياهن زاجل اذا نزل والله هنا يا هذا زاجل هذا فرد شافوا لايفة قبل فرد عنهن وين هنا زاجل وين راحن شوفوا نزل بس شايف بس شاف خواته وين راحن زواجل وين ولا هذا أربعة هذا أربعة
التار شنو؟ انزل خلينا نشوف وين هناك. يلا خلينا ننزله. اليوم ما شنو شبيهن باكر 100% بداية الفيديو تكملة القفص 100% ما بيها مجال باكر 100% لان الرافل حتى ما وديت اللي هناك المرضى ما وديت اللي البيطري. يا تعال تعال نزل تعال هذا نشوفه اذا الخامسه على اليمين الزواجل على الفوقاهن كلهن تور. ان شاء الله ناخذ لنا مباشر عقبه ونفكهن نعبر بهن الجسر هالمره. ما ادري يمكن اعبر الجسر بشوي لان هو شنو الطير بس يعليه لو نعبرهن الماي وشي نعبرهن الماي ما راح نصعبهن عليهن عبرهن الماي ونحططهن ونجي انه شوي نبعد بيهن. والله هي مال جوقا ان شاء الله ان شاء الله نسويها سويها جوقا جوز يمكن بال ما ادري ما ادري بالمستقبل يمكن يمكن اقفص شنو اقسم هالقفص هيجي هذا خلي للفكات وهذا خلي للمطيار للجماليه هيجي يعني بس عيون سود وهاي وهذا القفص هيجي بس للفكات يمكن يمكن راح اسويها بس شو قسمه تعال قسمه ياهو ونفك هذا الباب هنا بابي انت ترى هاي الواجهه هذا باب وهذا باب بس شنو لازم تقسم هيك اقسمها منه او هيجي بس نجيب لنا للفك يعني هيك خلينا 20 طير هيجي بس للفك نفك بيهم 25 تار وهاي المنا خليهم بس جماليه يعني هيك عيون سود رمانيات هيك هذا من الزواج الزواج ظل بعد ما يروح على بيت عمي والله اي ظل ما يحطن ها شوفون جاي دورين مطيارهن تحسن شويه ان شاء الله راح يطلبوا النادي بعد 18 يوم يبدا السباقات الرسميه تبدي حلو هذا شنو البيض نزلن هذا شنو البيض نزلن صفوني التور ملاتي وهذا غريب هم شوفوه هذا البيض شنو هذا غريب هم شنو جو متروز غربه بزن البيض شنو والله ما ادري هذا غريب ها شوفوه هذا غريب هاري نزلنا خلينا ندسنهن سألني خافنا يطيرن وياهن قبل طيرن بس شوفونهن طائرات يلا خلينا نزلني وارجع وياكم هاي سالفة مو حلوة دارسين هسه حطن نازيين بس الطيور التور البقية كنا نحطن على البيتونة شافن الزواج الحاطات على البيتونة هاي شوفوهن حتى الزواج الأول شي حطن على البيتونة التور حطن وراهن هاي سالفة مو حلوة فتدرون ايش راح اسوي اليوم ما راح اوكلن راح اجوحن حلو حتى انه بس ادبرهن عليه فنزلن هسه شبعانات هني حتى هذي بلهن علف ما ينزلن والله نجيب لنا شوية مو هواي شوية هن شبعانات اليوم راح نايم هنا بلا عشاء نزل هذا التار اليوم راح ابيتهن بلا عشاء شوفون حتى ما ينزلن شبعانات الطيور هذا جوحن اليوم ما عشيهن اليوم ما عشيهن شوف الطيور شبعانة ما جاي تنزل على الجوع لا رافلها نشوفهم مثل ما قلت لكم هنشوفهم بيضة بيضة ثانية لولا ونو نبدل مايهن بيضة يمكن هي بيضة هاي البيضة الثانية بقى عندك شني عندك ال البسود البسود البس يا البسود الابيض بيض ذن الزود نزلتهن جوا حلو اريدهن يبيضن اريدهن يبيضن وصعد مخاليفهن لان اخليه زوجين ثلاثه بس شو اسمه عندي زوج بعد هنا بس شنو دفرد دحبسه يومين ثلاثه بس زوجين يمكن هاي النثيه وهذا الفحل ما جاي يبين خاف احبسهن ويطلع النثيه مثل لو الفحل مالات هذا البيضتين فشين الطيور خلا خليها يومين هيجي خلا بس عاين عليها هنا وشوفن ياهن نزلن زواجن
نزلن 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 على عطش ميتات عطش. ها فلرافل خلي اشوف وياها ان هذا لو احبسني بس هيك زوجن واطلع. احنا نريد هنا بيضا الزوج الثاني بس اريد هنا بيضا. حلو زين الباسورد ما ادري ما مقرر لو ابي حلو اخليهن والله ما ادري اذا اخلي شكل واحد احلى ما ادري بعدني ما مقرر. يلا خلينا ننزل انا اتاخر عن الطيور خلينا ننزل ولو هنا انا اريد ننزل بس انا ايش قد ما نازلات خلينا ننزل خلينا ننزل خلي يتبرجن اليوم ما راح اكلهم حتى شنو يجوع عنه وبعد جوع بس ادبن هي نزلن. هاي لو يجي غريب هسه حاطه طش ينزلي لو يجي غريب ولو انا ما عارف هنا من الصبح من البارحه اصلا ما ادري ايش بيهن اليوم شبعانات. يلا